سر نجاحي كون عملت أنا مشروع بيشبه توجهات المنطقة، مشروع تحت عنوان السياحة البيئية والسياحة الريفية. بكل الضيعة الريفية بلبنان في عنا فعلاً كنوز مخبية، وبنفس الوقت في عنا فرص واسعة قدام الشباب والصبايا. لازم نحن نكون عم نشوف هيدي الفرص وعم نعرف كيف نستفيد منها اقتصادياً وإنمائياً بنفس الوقت، ونكون هنا عم نطلع مصاري لإلنا والمجتمع المحلي اللي نحن ساكنين نحن وياه بنفس المنطقة. هيدا المشروع عبارة عن بيوت ضيافة وعبارة عن سياحة زراعية، اللي هي عندكم إمكانية تكونوا عم بتناموا بهذا المحل، وبنفس الوقت عم تاخذوا تاني يوم الترويقة البلدية وعم تكونوا عم تعيشوا هيدي الأوتنتيك ليفينج تبع منطقتنا، عم تعيشوا التراث تبع منطقتنا وثقافة وحضارة منطقتنا. هيدي مشاريع كانت على أيام جدودنا من زمان، يعني بيوت الضيافة والمضافة هي من تراثنا ومن تقاليدنا بمنطقة الشوف. لما تكون الأفكار مميزة مبتكرة مدروسة صح، أكيد صاحبها بينجح.